ذكر أصحاب أربعة محلات لبيع الكتب والصحف في بلجيكا أنهم تسلموا رسائل تهديد انتقامية إن عاودت هذه المحلات توزيع نسخة من مجلة شارلي إبدو الفرنسية وتضم رسومات كرتونية للرسول الكريم محمد. تسلمنا أعدادا كبيرة من الطلبات والحجوزات، لكننا رفضناها لأننا عادة يكون لدينا ثلاث نسخ من شارلي إبدو فقط. هذا الأسبوع تسلمنا أكثر من 100 طلب، كان ردنا لا للجميع. وأتمنى أصحاب المكتبات أن تخف الازدحامات أمام محلاتهم طلبا لأسبوعية شارلي إبدو. في تركيا خرج العشرات من الأتراك الخميس بمدينة إسطنبول ضد صحيفة جمهورية التي نشرت الأربعاء رسوما مختارة من العدد الأخير من أسبوعية شارلي إبدو الفرنسية. الرسول هو خط أحمر، الإسلام يمجد كل الأنبياء والديانات الأخرى، لكن هذه الرسوم الكرتونية ليست إيمانا جيدا، نشرت للإهانة وهذا استمر لسنوات. في إسلامآباد عاصمة باكستان تظاهر أعضاء البرلمان الخميس ونددوا بنشر مجلة شارلي إبدو مرة أخرى رسوما تمثل الرسول الكريم، واعتبروه إهانة للنبي محمد، وهو أمر يعد جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق قانون جرائم الكفر والتجديف.